بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس. اليوم رح نشرح عن الطرق الأساسية للوقاية الإشعاعية بالإضافة إلى اليونيتس أوف راديولوجيك ساينس. من المعروف إنه الأشعة إلها أثار مخفية على جسم الإنسان، خصوصا عند المرأة الحامل في الإيرلي ستيج أوف بريجنانسي. لذلك يجب علينا أن نتقي من الأشعة قدر الإمكان. هناك عدة طرق للوقاية الإشعاعية، منها أول شيء استخدام الفلتريشن. الفلتريشن هو عبارة عن صفيحة من الألمنيوم أو من النحاس الكبر، بيكون موجود داخل التيوب هاوسينج، وظيفته امتصاص اللو انرجي اكس راي قبل ما تطلع من الاكس راي هاوسينج. ثاني شيء استخدام الكوليميشن. الكوليميشن هو وظيفته تحديد مسار الأشعة حتى انها تقلل عندنا الاكسسيف راديشن اللي بتصير الأعضاء المجاورة للعضو المراد تصويره، منها بقلل السكاتر راديشن وبعمل امبروفمنت للايمج كونتراست. ثالث شيء استخدام بروتكتيف ابيرال، وهي عبارة عن مثل الأبرون شيلدينج والجلوفز المصنوعات من الليد، عادة يتم استخدامهم في الفلوروسكوبي. أيضا استخدام الجوندل شيلدينج مثل البروتكتيف أبيرال، بس تستخدم لحماية الأعضاء السنسيتيف داخل جسم الإنسان مثل التستس والأوفريز. بالإضافة إلى ذلك استخدام البروتكتيف بارير، وهي صفائح من الرصاص توضع ما بين المصدر الأشعة وما بين التكنيشن اللي بده يصور المريض. وآخر شيء الريبيت اكزامينيشن، انه نتفاداها قدر الإمكان لأنك انت بتقرر عملية الدوز للبيشنت للدبل. نجي لموضوع جديد، الستاندرد يونيتس اوف راديولوجيك او الوحدات المستخدمة في الأشعة. صنف العلماء الوحدات المستخدمة في الأشعة الى 4 انواع. النوع الاول وهي الاير كيرما، وهي عبارة عن الطاقة الحركية المفقودة في المادة. طبعا الطاقة الحركية المفقودة من الفوتونات للإلكترونات خلال عملية الأيونيزيشن أو عملية الإكسايتيشن. يتم قياس الإير كيرما بوحدة الجول بير كيلوغرام، وطبعا كل واحد جول لكل كيلوغرام تساوي 1 جراي. في الانترناشنال سيستم يتم استخدام وحدة الجراي لقياس الإير كيرما، لكن في الكاستمر سيستم يتم استخدام الرنتجن بدلا من الجراي. الوحدة الثانية المستخدمة هي عبارة عن الأبزورب دوز، وهي عبارة عن الطاقة الممتصة داخل المادة. يتم قياس الأبزورب دوز في وحدة جول بير كيلوغرام، كل واحد جول بير كيلوغرام تساوي 1 جراي للتشو، مثلها مثل الإير كيرما. الأبزورب دوز هي عبارة عن وحدة الراديشن أبزوربشن وليس الراديشن إكسبوجر مثل الإير كيرما. في الأبزورب دوز تعتمد على نوع الأشعة المتعرضة، فألفا بارتيكل تختلف عن بيتا بارتيكل، بتختلف عن إكس راي، وبتختلف عن البروتون، وبتختلف عن النيوترون والفاست نيوترون. الوحدة الثالثة المستخدمة هي عبارة عن الإفكتيف دوز. الإفكتيف دوز هي كمية الأشعة الواصل لجسم الوركر العامل أو البوبوليشن. طبعا تعتمد على البيولوجيكال إفكتيفنس، بمعنى إنها تعتمد على نوع التشو اللي بتعرض للأشعة. الإفكتيف دوز تقاس بوحدة السيفرت. الوحدة السيفرت هي الوحدة المستخدمة للأوكيوبيشن والراديشن والإكسبوجر أو الإفكتيف دوز بشكل عام. الوحدة الأخيرة هي عبارة عن راديو أكتيفتي. راديو أكتيفتي هي عبارة عن كمية المادة الراديو أكتيف ماتيريالز، وليس كمية الأشعة المنبعثة من راديو أكتيف ماتيريالز. راديو أكتيفتي تقاس بالنيوكلاس ديسينتجريشن بير سكند، ونفسها هي عملية البيكرل. الوحدة المستخدمة البيكرل كستاندرد انترناشنال. وبهيك اليوم نكون قدمنا موجز سريع عن كيفية الوقاية من الأشعة والوحدات المستخدمة في الأشعة مع الفروقات بين الوحدات، وإن شاء الله نكون إحنا أفدناكم. ولو كنت أول مرة بتتابعنا على القناة، اشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بالتوفيق للجميع، سلام.